مشاهدينا الكرام، أهلا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامج الصفحة الأخيرة. نتابع في هذه الحلقة شهادة ضيفنا رجل الأعمال والسياسة بنبول سيدي بادي حول تجربته السياسية وتجربته الاقتصادية ومشاهداته في مرحلة مفصلية من تاريخنا السياسي المعاصر. قبل أن ندخل في تفاصيل هذه الحلقة، نتابع ملخصا لحلقتنا الماضية مع الزميل متالي وللصادق. خلال الحلقة الماضية وضمن شهادته على مجريات الأحداث التي صاحبت قيام الدولة الموريتانية وما تلاها من أمور تتعلق بالسياسة والاقتصاد، تحدث رجل الأعمال والسياسي بنبول سيدي بادي عن تأسيسه لأول شركة وطنية لاستيراد السيارات، وكيف ساهم فك الارتباط بالفرنك الغرب إفريقي واستبداله بعملة محلية في ازدهار الاقتصاد، هذا إلى جانب الرؤية التنموية التي تمتعت بها حكومة الاستقلال بمنحها تسهيلات للمستثمرين الوطنيين، إضافة لجو الشفافية التي طبعت معاملاتها والتي تجلت في رفض الرئيس المختار الداداه لأي تدخل في صفقات الدولة، من شأنه منح امتيازات لبعض رجال الأعمال. كما تطرق ضيفنا إلى أحداث حرب الصحراء وطلب الحكومة منه آنذاك مد وحدات الجيش في تشيت بالمؤن بشكل سري. بهذه الحلقة يواصل بنبول سيدي بادي حديثه عن حرب الصحراء وصولا لأول انقلاب عسكري في البلاد وما عقبه من تغيرات على الساحتين السياسية والاقتصادية. أهلا بكم مشاهدينا من جديد. أهلا بك أستاذ منبر. أهلا بك، مرحبا وسهلا. احنا توقفنا المرة الماضية عند الانقلاب، انقلاب 78 على الرئيس المختار ولداد داه، وانت كنت شاهد وكنت عندك ايضا مؤشرات، لاحظت انت ملاحظات على انقطع لا يخلق انقلاب ولا لا يخلق شيء. لهنا بدء الحلقه من هذه المرحله بالذات، مرحله ما مؤشراتك انت اللي دلتك انت شخصيا على اني قد يعود لا يخلق انقلاب، وندخل على ذلك تفاصيل الانقلاب شخصيا. بسم الله الرحمن الرحيم، وما توفقي بالله عليه توكلت واليه انيب. حق أنا سابق نقول ذاك نبقين بل من توقفنا اليومنا هذا في أخبار السيارات أنها ذات تشيت توقفنا عندهم كينهم دخلوا كانت العسكر تيجي نكمل بعض والله شوي دقيقة شوي والله والله على كل حال وهاوض مع الشوفيرات في الليل اللي فاتوا دخلوا. لا تنسى عني قلت لك عنا احنا ما اللي عندنا اتصالات الهاتفية بطريق بيلي هو ذاك الرجل اللي يعود في السيارة ماشي مع السيارات ويعود ما اللي في المكتب زين منين وصلوا لي عدت تخلق معاه مفاوضات قلت فهم قضية غير بعد اللاف أخبار اللي عنهم عادوا نافذين تشيت عن طلال العسكر أنا ذا كامل اللام سابقونهم إيه المعلومات ما أعطيتهم منهم في بريده ما أنا الله ما أنقد اللي هذا تدريجيا زين حتى ومن قد استراتيجيتي وما اللي كما لا تنسى عني قلت لك عني قلت لهم عن من هون لين وصل الوتات تيجي جي ما يسولني حد عن انت لاهين مشي ولا انت لاهين جي ولا شيء يقال مولي ما لا يطلع في شيء ما علمت به للشيف دي تاماجور زين حتى يعود هو يعلم به قائد المنطقة أيوة جاول تيجي جي جاول تيجك جاب الليل ونقفض عليهم أيوة. ونقال لهم نفات نقفض عليهم ونقال لهم عني أنا تكلمت فردوا معاهم وعن طلب من صاحب المعسكر لا روايته طلب من عن البشي دوره على التشيت ما تلا تيجك تعرف أيوة إياك ما خلعوا بعض هم أحدين ما هم قاعد عالمين بشي وإحنا كانوا متكتمين عليه ومن بعد الناس فيدها الأخبار كاملة عن فماتي أشياء تلاو واحدين منهم هاك من الشوفارات يحرنوا والدام اللي عندي اثنين سكور عندي الشوفارين سكور ماشي بيهم زين حتى بوتهاني رفض دبش باط هاك اللي كان هي حال تطلع معشت في الكيف قلت لكم تفاوضنا بعد ولا 11 اتفاق كل شيء وانا يتكلموا معاي فايدا الله من العاد سيزير مع الصباح صلاة الصبح ما زالوا الناس يصلوا في المسجد حذاهم قاموا الوتات قامت معاهم اسكورت من الوتات ميليتير ويعرفوا الطريق فيهم اللي باط فيهم
فيهم اللي قيد اللي يعرفوا طريق تشيت وين تيجي بشو تشيت يعرفوا ميليتير ولا يتعود من اللي يسكرت الطائرة الفوق وقالوا لي الناس عن الطائرة اللي الفوق عنها حرك كدير المرحوم دير المرحوم أحمد المني هو الماشي فيه يلسكرت الفوق الوتات تحت معاه هذا احنا في الحرب زين حتى في الحرب انا مدخل المولي جماعه خمسه اذا كانت عندكم تغطيه جويه معاهم منين لحقوا عاد العاشر انا مولي معدل معاهم كود انا عندي عن سيستم دو كود ما نسمي شيء في الراديو لا كل روايه واحد واثنين وثلاثه زين حتى واحد تيجيكش واثنين الخشب وثلاثة تشيت زين حتى هو معايا قايل لهم انهم لا يسموا لي اسم شيء لا يسموا تيشك جو لا الخشب ولا تشيت زين حتى لا يقولوا لي واحد ويقولوا لي ذاك لا يقولوا لي في الراديو من عادة العاشرة وخمس دقائق ان شاء الله تعالى الى عاد ذكرتي ما قالوا لي احنا اثنين احنا رانا وصلنا الى ده عرفه بوين ده وين ده معناها الخشب نقطة هنا معناها الخشب وهاي التراب ينقال لي عنها لا راهي قاع الناس تعرف هماتي رمركات هاي دابا قيموا هماتي عدلوا شوي شاطر كلها قاعد يعدلوا فوتو ولا منين عاد سنتين وخمس دقائق صونات علينا الراديو احنا مالي عندنا فاكاسيون ما هي تليفوني غير تعود انت عند الراديو وتعرف كيف نقولوا متميعدين معدلين كود لكل ساعه نعطيه وش الطواري حد عنده شيء لا يقول ولا فاكاسيون عاد سنتين انا قايل لهم ديزير تكلموا لي قالوا لي احنا داخلين تيشيت سنتين قالوا لي وعشر دقائق احنا رانا وصلنا تيشيت يعني تباركوا نتقدم وديزير تروازير لهم كوم سود شارجمون جات من العسكر هو اللي هيدا شرجي عنه القائد العسكري اللي كان في تيشيت منه ما انا بتذكر ما نعرفه قاعد ما تعرف تيشيت ما جيت ما قدشت هاي اليوم انا هذا زين انا نعرفه لا تيشيت ايوه تو قبل الدبش المهم عندي انا اللي طرحوا ايوه لين عادت سنتين ونص والله ثلاثه قالوا لي لين كوبس ولا الشارج ما هاي يقولوا لي في الراديو والشريف سلمتوه وتو منين لذاك اللي الشريف معاهم فين وسط وسط الكونفوا زين حتى الشريف محمد لمين والشريف المختار معاهم في وسط الكونفوا زين حتى هما راه قد يمشي حد وحده واضح مالو لا يسكرتي طيارات مسكرت في السماء وسكرت في التراب وميليتير معانا في الارض زين حتى اذا هذا هون واللي هذا هون وفيت الوتات وذا شارجا وذا شارجا وباتوا فهم وصبحوا مبكرات رجعت وفات اذا وفات قضيه تشي وفات القضيه بارك الله فيك هذا رائع ما شاء الله وفي ياسر من الوطنيه وياسر من ايوه ذيك 72 ساعه اللي قلت له مشيت بها هذا هون مهم عندي ذيك 72 ساعه اللي قلت للوزير الدوله طال الله عمره احمد والمحمد صالح عنه يقول للرئيس المختار عنه في 72 ساعة أي توفي في هذا لا يوصله التشيت لكن اللي وخلقت أيوة هذا وين مهم خلقت سابقوا يعطيك الليلة يروح لهم وجاهتهم قاع مقيلين ما شاء الله ياهم مقيلين هذا هو العنده هذا وين بارك الله فيكم إذا هذه مرحلة التشيت ما المؤشرات اللي قلت لي وكان في بدأت الصهم مؤشرات حق منين خلقت المؤشرات شنو هي مؤشراتك؟ مؤشرات تبارك الله خالقة ليلة تميت إلين جابرت أنا وصديقي المرحوم حمود ولا أحمد والمحايمي وذاك هو وشيخنا قاعد شيخنا والمحمد القضاء لا شيء واحد وتوه ويركب معايا وأنا هو كل شيء نجوع لي قال لي وهاي نعدو شيخنا نتيو معاه مشينا شور شيخنا وجينا هو رسلات المغرب منين جينا رسلات المغرب لا منين هو نص ساعة 30 دقيقة جاء علينا عبد القادر واللي تراد وكاميرا صاحبه هو وصاحبه مولي الرئيس قائد الأركان ذيك الساعة مصطفى المحمد سالك رحمه الله وذاك الراجل الفضيل مصطفى المحمد سالك راجل فضيل
ومليانه ملي هل سافرت معه زين حتى ما نعرف فيه ما وش متعدل هذا بطل الحق لله شيء من انت شو تقال معاك في سوني ماكس سوني ماكس هو مديرها وانا مدير الكوميتي ديركسيو ذاك ليك اهلها مش جابرك اسبوعيا زين حتى تناقش مولي في الليل الليل عيات يعودوا عندها لي كونترا اللي لابد تناقش كلها يعرف الاشياء اللي مثلا تسير واضح توه. اذا تخلع عليكم تراد كاميرا عبد القادر شو ساوي قهوه بعد 10 دقائق وشوش برني انا وحمود وانا وحمود ما كنا معقول عيدنا في الجبار لا جينا وتوه لا مشينا وتوه لنا معد نافدين وتوه في مدينة رواه فيها شيخنا لين تيو معاه وتوه مدارت شو معاه ونمشو مثلا ما فهمش جاء ذاك هو 10 مينيتات منين هو 10 مينيتات ورا شعب القدر جاء قايد الأركان اللي هو المصطفى والمحمد السالك رحمه الله مولانا كاملين شيخنا رحمه الله وعبد القادر واللي تراد وكمرة رحمه الله وحمود والأحمد ورحمه الله هذا كامل بعطينا عن القضية الدنيا ما هي خالق لها يك الطريق مداف هذا الكامل جاء من جاء رئيس الأركان لابس درع من الشقة كار الهام عرفتوا تبع ما انا عرفتوا شنو استاف لا اخويا وتو بيناتهم اللي هو يعرفني ونعرفه اي من انساني انا قال لي سلم عليا سلام ما هو سلام قائد الاركان ولا هو سلام حد الا سلام حد جابر اخوه وتو قدام سالم مرحبا الحقنا كيف انه تلين انتيو تعرف اخبار نردو شطاري وذوك الروايات وتغير الجو ما شربنا احنا بعد الكاس البراد الثاني وتوه وقلت انا شرت لباط شرت لصاحبي حمود صاحبي ما هو ما قديل ولا تعرف هو وشيخنا ما بينهم هو ومصطفى هم اللي متعارفين حتى وحمود راجل على بابه من الموريتاني التقليديين قلت له مدير شفنا روايات الزمن الماضي وش ذاك حال احول خلطه ذاك ما فطنت انا خلطه يختاروا فطنت من ورا الله وقلبه هو اللي اشارتك فيه يا مدى جاي عقاب الليل واحد جاي يهد ويشوه صغير قايد الاركان مع ان قاعد يكسع الوتات ما هم ياسره هذا تعرف لا ينطول عليه قال الباطنه يقول لك المؤشر تالي قلت انا حمود احنا لين شان عندي يا اخوي التزام لا تعرفوا توه قالت نخلي الخلطه وتوه قال لنا شيخنا ما نظن ما تحركوا لي هو تاي قلت له بريزنا انا لا سامحوني انا عندي التزام وحمود دائما منين يقبضني يمشي بيا ما قال لنا لين هبتوا معاك ياسر ولأن بعد ما دين من المجلس وما اللي قاع من اللي جاع قلت له أخي وصديقي هذا قائد الأركان أنا ما اللي هذا قاع متوحشه وتعرف كيف إنه راجع من أطار كان في المنطقة العسكرية له واللي عليه وفي الحرب وذا كامله وذا كامل هه كامل وكيف إنه عاد قائد الأركان وأنا قاع ما فتش برتونا هنو عاد الأركان هل نأتوا بعد أنا ولا استسمحتم عني عجلان أنا أصلا ما كنت عجلان يقربط عجلني الحال فهمت الوضع عن بتوه ايه مدجات ما كانت وشيخنا ما قال لنا شيء هم اللي احنا ما يقد مثلا شيخنا قال حمود لا شخص واحد تفارشين وقاربوا ذاك كامل واصحاب يتمازحوا وانا اللي شيخنا مو بريزيدان قال وياسر مثلا ماني ما هذا ولا هن قيمنا منين مشيت به قلت له وقفنا حمود قبلت بيدو ولا مولي حمود لا انا لا تحت انا هو لا شيء واحد لا يجيني يلحقني واحد يجي يقول لي وقف جاي نمشي الى لهن تيو والله لا نعدو بليد وذي حاله وتو منين مشينا قلت له حمود في الطريق حمود انت دي الروايه ما فهمتها قول لي انا اختارك هو يعرف اني انا هو واثق فيا وانا واثق فيه ويعرف كل متفارشي قلت له انا بعد واحد عن الله فمشي خطوا له الخط ما هو فمشي وتوف وقول لي
قال لي ايش فهم ما فهم شيء قال لي انت قال لي اخبارك ياسر ويقول لي ترى اخبارك ياسر وفطان الامور قلت له مالي ما هو قد كانت الاخبار انت تعرف عني انا هذا ولا اصحاب شيخنا اسمهم بريزيدان وهذا مولي الثاني مصطفى انا هو قاعد اصحابه مدير سوني مكس كان وكنت انا مصطحبي ولا وعبد القادر قاعد مولي لا اخوي وصاحبي بين اللي احنا هلا انتربريزات كاملين نشابر وش يقول اخبار وهذا ولا اصحابي قلت له ولا فهمت انا عنا نمشوا قلت له انت تبعنا هذا انا نقول صاحبي حمود لا حمود انت قلت له تبعنا متكتم على روايه هون وهذا بعد انا ما فهمت وما بعد اللي عاد مكتمينك انت على روايه ما انت ما انت ما تعرفوش كذب ما تعرفوش احدان ما تعرف انا نقول له ولا تنسى إيه وانا تبع دار انا كلك فطمت لك عنك جاحد عني راني لك جاحد عني عندك شيء حاس انت به ماشي عليك منه النمل قال لي انت اخبارك يا هو بدل من الله يمازحني قال لي اخبارك يا والله قال لي هو ازرق وبيت عدال ازرق وانا مولي الان هرو قال لي والله يا اخوي قلت مولي لحق انت قلت لحق والناس اللي ظهرهم انتو مشينا يا خال قليلة تميت لين عاد يوم 27 نوفمبر والهنتويت لسوار هو ليلة العيد ليلة الاستقلال عيد الاحتفال بعيد الاستقلال يعني اتصل بي عبد الله ولداده يرحمه عطيه عنده رقمي اتصل بي قال لي يعني انا نبقيك تتعشى معنا الليلة وراني بيني انا وانت معنا البريزيدان اللي هو المختار هي فهمت انا عنها بعض عند البريزيدان اللي يبقى راني باللي حد جاي يتعشى مع اهل البريزيدان دلاله الريبوبليك هذا ما هو شيء صغير هي ولا قال لي اللي زين في تلي معاه والله ويتر قال لي بيلت على الدار جيت انا في الوقت من جيت دخلت اجبرت قدامي حابه كل محمد فؤاد اطال الله عمره واجبرت المرحوم كان تيجاني هو ديك الساعه غفرنير على نواكشو ديستريكت غفرنير ديستريكت دير نواكشو واجبرت تركيا اطال الله عمرها عائلته هو قاع باطل عائله عبد الله رحمه الله وجبرت مريم معاهم مريم اللي هي عائلة الرئيس طال الله عمرها ما بطينا ونا باسي عتاب باركنا دخلنا بعض في العشاء جينا نتعشى تعشينا حاجة اللي على طابلة هذا على القاعد ما أنا على صالوة هذا تعرف عاطي لك من ده تاي مهم لا سونا إمبورتانس مهم منين وفين لا منين وفين من العشاء حاش اللي عندنا ما كان نتعشى ابو فرشت لماس بهذا الطابل بقى تابل منين وفين من العشاء جاء البريزيدان مختار يا رحمه الله جا واقف وحكم بذراعي قال لي وفين نقول لك كلمه لقيتي فيك خالقه طيب لهك في الكويت قال لك اللي قاعد تصير خالقه طابل عايده في الكويت اللورة يا لا مقعدتي قعدت عليه لا مقعدت واحده قعد هو عليها واحده قال لي قعدت ايش الاخبار قال لي اول لباس قلت له لباس انا مولي لا فاهم عن شي فهم قال لي البطرون انا قال لي ندورك لولي للشقله قلت له بريزيدان انت قلت لي ما هو ملامحه جاده صرت جاده في هو ما من المزاح البريزيدان مختار قال هو لكم اللي ما هي شابت حد ولا هي شي حد هو لا تعرف وقت في الجماعين تعود يقبضوا قدر من شد الاخبار والتبيضين وذاك وكلام اهلي قيدي هي باسط به الناس واصحابه تو انا قاع ماني من اصحابه يا خير مولي معجب به حتى وهو مولي ظاهر لي عنه لا 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 اصلي طارح لي الحقيقه مولي الله يرحمه قال لك لو ادري الشقل الله قلت له بعض هذا قلت له ما هم لك عندي وشرحوا لي كيف انه تلاقي شرحوا لي
جا حابة صاحبنا الاثنين صاحبه هو صاحبي انا يا اخي بعد صاحبي انا قاع حتى وهو ملي وبرجداها ملي احنا كان قاع ما هو ما ينادينا قاع في بليدة حد منادي له ما دام تعشى في بليدة وقعد بيناتنا حكما ما ناخ كانوا جاب مقعيده معاه كان معاه مقعد والله حق فم مقعده هذا وجو قعد بيناتنا قلت له يقبل داعب وهو ذا وفات عني الاخبار ما تابعته شيء ما تابع اذا هذو مؤشرين هذو اثنين الاول منهم الاول منهم والثاني قاع منهم انت اياك نلخص المشاهدين الاول منهم مجيئكم مصطفى بن محمد السالك في الليل عند دار شيخنا محمد الاقضف ومدينه رواه هو قائد الاركان وفهمت انت اعلن الخطه من الجابرين على شيء وهذا طبعا لا يعقب يضاح به شيخنا كان من الجناح المدني للانقلاب عقب ذلك حتى المؤشر الثاني الرئيسي دور الشغله عندك به اللي واضح له اعلن ربما فهم طبخه تعدل وانه لا يعقب وانه قال لي انه جاد ونعرف عنه وهم له المزاح وحسب اللي قلت انت في المذكرات على انه هو من نفس المطار ما كان شاك على ان الجماعه ليت حبس وقاع والله تعدل له شيء انه كان شاك انهم لا يعدلوا لكن لا اجتهاد اجتهادكم انتم طبعا اذا هذا مؤشر مؤشر ثالث الصف أيوه. اللي قاعد تري كلير لفنتويت لفنتويت جانفي 78 خليك معي ايوه عيط له كونسي ناسيونال ايوه ولا كونسي ناسيونال انا مامبر فيه وقعدتي مع مقعدة زر مقعدنا مع زر أحمد لبا واللمي أطال الله عمره راو سالم وراجل مثقف وعاقل ونبيه وسياسي ويصرك جرة الغزال جرة الغزال ذيك عايدة معنا عند بعض من الناس جرة الغزال منين يجر الغزال يقد حد يعرف هو ما معنا عنه ما يجر ما يظهر يظهر يقال قد يفطر حد عن القزال بارك يقد يجر من النباهة كلامه وتوه من النباهة النباهة عاقل بعض اطال الله بقاؤه مشى هوقتوا عنه 3 سواعي ونص من هما مشى أحمد محمد صالح مشى المختار أيوه. رحمه الله ومشى أحمد محمد صالح اطال الله عمره والشيخ عبد الله البي اطال الله عمره وحمدي والمكناس رحمه الله وحمدي والمكناس رحمه الله وبارو عبد الله طال الله عمره وهم ينقادهم لمينستر ديتا وزراء السيادة وزراء سبعة مامبر هم اللي وزراء الدولة كونسي ناسيونال حنين مامبر دي دروا لكون سيد ناسيونال وكلها معاه وزارتين والله ثلاثة وزراء الدولة صالح عنده السيادة عنده الداخلية والدفاع والعدل وهلم جرة الخرين كلها عندهم اللي وزارات كاملين متقاربين مشاو اجتمعوا هما قال الكوميتي ديزينياسيون لا يجي لا يتعدل اذا عاد لا يوصل جاكو سي ناسيونال والله لا يتقبل انه اتجاه جديد واضح هو تو عنه 3 سواعي ونص وهذا قاع ما وراودي ما وراودي ساعة الحرب في اوجه حامي وقيص راني لاين عقب هون نقول لك عن صاحبي انا قاعد ذاك اللي يعطيه اللي باط قبض الوتات ودخل الحرب اولا ما بطوا قاموا عليه وحدين صاحبك اللي وفيه وعدلت له حاله لين ونقص عنه عن القياده اللي وفيه من فهم بعد درس عني انا ذاك اللي خليك في القضيه اللي انا ماني قاعد ملود الاخبار شي منها ما هو وعاد وداره هو وزير مينستر لا كونستركسيون ضابط هبط وإذا مات له في الحرب بعدها براقها بعد الحرب ومنين صم شوفياه دهورت الأوضاع زين أوضاع عسكرية الجبهة والله دهورت حتى جميل وذاك المشاه ما نعرفه وروح سياسية ما نعرفه أي قد يعود ذا كامل داخل في التهيئة قاعد ذا كامل ما نعرف ذاك اللي داخل فيه لا نقول لك إلا شي حد شي نعرفه أنا وشي ما نعرفه ما نقوله وتو لا نعرف له شي نعرف هذا اعلنوا تميت لين عدلت ذكري وجو معين مينيستر دي لا كونستركسيون وعاد بهم اللي لا منين جيتوا هنيتوا اللي وفي وراها ما جابرنا وما اللي شي قاع ما يعنيني ما يعني الوضع ما اللي صعيب الناس الوضع صعيب ما اللي الحرب قايمه يا خير ما اللي هو اجبرته ولا ما هم تمونك اللي هو فيه يعرف عنه الا ظهر عنها منافسه داخليه في العسكر بالعسكر وحدين من ما ظهرهم
باقي ولا نعرفهم اللي يلجوا وراه ما تليت مهماتي عندي اخبار عنه. واضح واضح هذا هو عندي. زين اذا نين دخلوا هما في الاجتماع وهوتوا عنكم ياسر؟ نين دخلوا الاجتماع هوتوا عن اهل السواعي وزايدهم وجاونا حاجه اللي فات عاد اللي نهار عاد لاحق الهو جاونا وتكلم المختار. يقول المختار هو ولا بريزيدان ولا سكرتير جنرال دي بارتي هو من البريزيدي هم قوموا جاوا معاه كاملين. ايوا قال صنتوا الخاطر ما يسول ما يسول عن الهوت هو تلا عن اللي جاب احنا الوضع متين قال واحنا كنا نتخاموا عنا لا نقيروا في المكتب السياسي ونقيروا في الحكومه ونقيروا في كذا يقير ظهرنا عنا لا لا ينتموه بليدة لين نشوف بليدة انتموه بليدة والله نشوف بليدة زين هذا تعرف من المختار زين حتى هاي كلمة واضحة واضحة قحوته حاجة اللي عندي تكلم مثله مبارك متشح هو مداعبها ما أنا على كل قالها قالت بعد كلمة أنا ماني فاهمها مو شيء بيها بعد عنهم كلام ما ماني ضاب لا حاجة قال لا تفهميني خليك لي فهمها العيون داعبها بها مغيرة لا كلمة عنده هو مداعبها بها ولا أنا عارف أكثر من ذولا جميل هاي دخل هذه مؤشرات أيوه. أحمد الباب فطين 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 أيوة طال الله عمره قلت له أحمد هذا إيش تفهم له أنت قال لي فهم رواية أنا قال لي ما قديت نعرف قال لي أيوة صد علي يا أحمد أنا صاحبي قال لي وانت ايش فاهم انا قلت له اهل عنه هو قاعد ما معين هو الفهم الرئيس قاعد على نمر خطير انا ذاك اللي عندي قال لي الرئيس ماني قاعد يجبر حد عندي ذاك اللي دخلني له يمرقني لا بعد 40 سنه ذاك اللي اشتركت انا والمخت ذاك اللي اشترك ذاك العشاء ما رديت على رقاش اللي ابي اللي سرته ذاك انا ما قال لي شيء اكثر من ذا البطرون واحد هذا دور الشقله قلت له ما هم لك عندي شي الراجل بينات له ما نقدر نزيد الكلام عنه قال لي وانت ايش ظاهر لك؟ قلت له انا ظاهر لي عن الوضع ظاهر لي عن الناس لا حاسين بشي انا نقول له احمد لباء ظاهر لي عنهم لا حاسين بشي واذا قاعد قلت له انا كلام الرئيس واضح لي قلت له هذا يوم 29 يوم 29 جانفي 79 مذكراتك اعلنك قلت اعلنك اني نعيط لك المختار وطلب منك الشغله طبعا كي قلت ما زدت على ذبيكم اللي جاكم انك اتبعت قلت بعض خلاك انك كنت مستعد لتعدل له ذاك اللي يبغي مولانا يعلم ما امكانياتي محدوده غير بعد ذاك اللي عندي لا يدير تحت تصرفه به اللي يساويه لي موريتاني هو ما هو من حد يدور شيء عند حد ولا هو من حد يقايف شيء قانع وزاهد انا نقول عنهم الزهداء زاهد في الدنيا وذيك تعرف علامه من علامات الناس الفضلاء صحيح اللي الدنيا جيفه جميل صحيح وهذا هو العدل ندخل يوم الانقلاب والله حدثنا عن التفاصيل اللي فايدك انت عن جو نواكشوط يوم الانقلاب وش تميت انت لين علمت به مشاهدات ماني عارف ما تتذكر الانقلاب اللي نهارين قاعد عالم به ايوه علمت به علمت عنه كان له يعدل في النهار وعنه قاعس به ديك الساعه احمد يقول عبد الله رحمه الله عندي عنه ولا قال هو قاعس وجده واحد اللي عنه هو القائد على شور الشمال شور الاجوال وشورتين او السرد والله او السرد والله ابو السرد واحد من قال الله هذا نذكر باطن اللي باباه كان وزير الدفاع قال لي انه مو او السرد والاجواد الله بلي حق الله يترعى كله يشوه الثاني عجيب قلاب تيرس زين حتى زين وتوه وانا عايد بي اللي من اهل المنطقه لها حتى نعرف بعض الاجواد هم بليد عايد فيها بليدات خاصين بالجيش يقدوا فيهم بليدات يدخلهم الجيش ما شافوا والطائرات قاعد كذي قد ينزل عليها الطائره الصغيره وياسر من الامور وتوه وانا سكتي هذه اللي انا اتخمم فيها اللي نقول كان ينعرف قاع شنو كان كان اذا كرتي تراجع لي اللي معني انا هو خلق لي ديسي جويه يا قير انا قاعد من لنيف وسوار من لويت وسوار عالم عنهم لا عنه خالد
عنه خالد. أنت يوم الانقلاب قصة الدار سيدي ولا الشيخ عبد الله. الله ذيك بكرت عليها. أيوه. كيف إنك كيف نخرج؟ كيف إني علمت؟ لا من هاي دخل أصله الله نقول لك باب مقتصر. لا من عاد لو مع الصباح سيزار دميار ستير. ذعت فراس أنا نقبض فراس دائما مع الصباح ونقبض لوندر. وتو ذعوا الخبر. كل قدر انقلاب. قيمت قيس ذا. قمت نافذ بالدار سيدي في المدينة في سينكير دار عندي عليها أخوي في سينكير والله وحدها عنده دار هي اللي تلين دار الطب هم ذا عندهم كامل محدود بهم اللي هاي جماعة عمل طور أصلا وعنده بعد أربع وزارات ميستر ديتاد الإيكونومي غير كانوا نظيفين كانوا نظيفين 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 قاع ما حدث ولا حرج واحد بعد تلفزيون شاشته شو لكون هو عنده وزارة تحت وزارات تحته اربع وزارات تحته اربع وزارات غريب عنده تحته فايده كامل ولا موني هو اللي وتميم فرما هو اللي كامل تحته سيدي الناس الشارف عليهم واذا تحت ايده كامل وفي نفس الوقت ما عنده شيء ما انا بعد ما اظهر لي منين عاد ست ردمي قيم شربت تاي عندي عني كاس منه والله ماني ضابط بعض جيت بعد الخط جيت لداره وجبرت خط وتو هي لي هم لي تو ما الا نزيدك على ذاك ذاك اللي رانك في الكتاب ايش لا نقول له الانقلاب هات اخري وزاره مش بهم من حبسه زين حبسه شورجيني وانا بعد ذاك اللي ظهر لي انا منهم هم بعد عنهم هم ذاك بعد ما عندهم باش يصيروا اللي هي العائله قاعد هي العائله ما عندهم باش يصير لا دليل على نظافته نظافته حق بعد هذا انا هون وفخرني انا صحيح وفخرهم هم صحيح هذا صحيح. لا يشك حد عنه ابدا هذا يفخر ليش لا الحق لا يفخر ما خلى الحق وتو كما هو ناس قاع كامله عندها محدود وتو وهذا ما عندي شيء ثاني لا نقوله هذا الموضوع مش لا نقول له وتو ايوه زين هذه هي مشاهداتك انت يوم الانقلاب هون لا تبدا تسوء علاقتك انت ب ب ب بالنظام ضد النظام اللي جاء عقب نظام المختار والدلتا اللي هو النظام العسكري عاد خلقت ميتينج معناها هي مسيراتك اللي يوم حاجه اللي وحاجه اللي عنه يوم الاساس يوم 16 جويه ترى عن الانقلاب خلق يوم 10 جويه هي هي راني انا عندي معلومات اخرى عندي حمود لا اللي طلع عليه يقولوا لي يقولوا لك والله نسل لسانه وما يتحد عني وشيخنا مولي من اهل الانقلاب واهل وش عالم به شيخنا علم به حمود زين والله وش علم به حمود انا مولي علم به بي اللي صاحبي وغالشني ايوه زين انت ايش عندك انت من معلومات؟ ما عندي شيء ثاني ما عندك فوق ذا اللي درت المذكرات؟ لا درت جميل لا هنا لا هنا لا هنا نقرا شوي للمشاهدين والله فقره من فقره مثلا انت قلت وهذا عنوان هون يسوى داير المحرر محرر المذكرات ويسوى ما مديور شيء ماني انا هو ايوه زين هذه كلمه نهايه نظام الوزراء الفقراء هذا عنوان رائع عنوان مثير ها هو الحق فقراء بي اللي قلت لك أيوة. عنهم هم اكبر خيار اللي فيه اكبر اللي فيهم لكل الاقتصاد وزير وذا هو قلت لك عني جيت العائله ظروفه والحق التركه ما عندهم باش يتقدم عجيب والحق الوتا ما هي عندهم سياره يركبوا يقعدوا في المدرسه زين ولكن ملي النظام ملي داس يم فيه ملي في الوزراء واللي منهم هو 19 من 20 عام من الحكم هو 17 عام منها وزير زين حد احمد محمد صالح ولا عنده سياره ولا عنده سياره الحين اقرا للمشاهدين وهذا هو اللي عندي اقرا فقره منه والعنوان نهايه نظام الوزراء الفقراء الحين اقول منه فقره وتوف ايوه يجدر بي ان اتحدث عن بعض مشاهداتي في هذا اليوم اللي هو يوم الانقلاب فقد قمت بزياره منزل صديقي وزير الدوله للاقتصاد سيدي محمد الشيخ عبد الله وكان مسؤولا عن اربعه قطاعات مهمه وهي التجاره الشؤون الاقتصاديه الماليه الصيد
فوجدت زوجته السيدة خت بنت البخاري مع أبنائها وهي في حيرة من أمرها. أطال الله عمرهما. أمين. اللي هو الرئيس. أمين. الرئيس سيدي وهي. أطال الله عمرهما. أمين. بعد اعتقال الوزير طبعا في حيرة من أمرها بعد اعتقال الوزير وضيق ذات اليد. فقد كان الوزير سيدي للشيخ عبد الله مثل زملائه الآخرين في مستوى عال من النزاهة والتعفف عن المال العام، بحيث لم يترك مالا للعائلة في ذلك اليوم العصي. وقد قمت يومها ببعض ما أرى أنه كان مناسبا في هذا الظرف اتجاه أسرة الوزير النزيه. لكن الوزير السيدي لم يكن المثال الوحيد في هذه الحكومة، فوزير الدولة للداخلية الرجل القوي أحمد محمد صالح اعتقل يومها أيضا، ثم فرضت عليه إقامة جبرية في شنقيط. بعد ذلك إن أحمد محمد صالح ظل وزيرا طوال 18 سنة وغادر وهو لا يملك أي سيارة. ولعلاقة القوية والصداقة مع هذا الرجل الشهم الذي لا ينبغي أن يهان، ولأننا مأمورون شرعا بأن نعرف لأهل الفضل والقدر مكانتهم وأن ننزل الناس منازلهم، بادرت فأرسلت له سيارة من نوع لاند روفر مع برميل من الوقود، وطلبت من سائقها أن يظل مرافقا للوزير أحمد محمد صالح بعد الإفراج عنه. لقد اعتقل العسكريون الرئيس المختار والدادة وأبعدوه إلى مناطق نائية من موريتانيا، حيث اعتقل فترة طويلة في ولاته قبل أن يفرج عنه بضغط من فرنسا. طبعا هذا متباعد كامل. عموما هون في ميزة تتميز بها أنت بامبا هي الوفاء لهؤلاء الأصدقاء. من درى شنو شعورك وأنت تزور عائلات وزراء مقبوض عليهم نفس اليوم، قابض عليهم نظام لهي أصبح الصبح نظام، أنت طبيعي أنك يلتك تعود كأنك تلوذ المصالحك معاه. كيف مثلا فكرك انت على انك تمشي وتزور اسره سيدي وتزور اسره احمد محمد صالح وتعدل مع ذوك الواجب وتعدل مع ذاك الاخر الواجب وتتعرف انك مرصد به اللي تعقب تقوله هم عيون تراقبك كشخصيه طبعا. ايوه هذه 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 قضايا الوفاء هذه تندمت عليها يوم من الايام من خلال عملك مع من خلال لكن اللي تعقب تتلقى من النظام نفسه. ما زلنا لا ثاني تندمت عليها ما انا اللي فخرتني، لكن اللي تلقيته لا هنا نشوع عليه فيما بعد ذاك كامل كله يهون في سبب ذاك كله اللي جيت عليه من المضايقات والأحباس. أنا من نفسي مرتاح أولا متيقن عني ماني معدل شيء سري وشي علنا حد منين يعدل الرواية اللي زر اللي يقطع زرباية يجرها. معنى هذا معنى يقطع زرباية يجرها هنا وروال هذا منين تقطع منه صار باي وتجرها لا يتوحد فيك والبليده دقتك منه ما تقدر تقلع الشوك. هذا هو اقتعاء قناعتك قناعتي يعني. معناه عن حد منين يعود هو من نفسه دخل الروايه. انا كنت وفي لاصدقائك وفي لهم هم وهذا هم اللي ما قد تكون عدلوا به اللي هو اللي تملي علي ضميري. انا خالقين مسالتين قلت لك وهذا هون ما هو شكر النفس. لا هذه هذا شيء واقع قاع وهذا تبقى وهلو قاع شمنهم قاعد مازال ما توقع وتو هذا زين عندي نعدل ماني خايف ولا اني طامع لا انا خاف الا الله ونعراني ماني معدل شيء خاسر هو مدل لكن لا نجي ونسلم عليه ونعدل اللي قديت العدل من المواساة اللي انا نراها ضميري ملي بصفة ما لابسة حتى اللباس من بليده ما هي لابسه لباس بيا اللي انا ماني جاحد شيء عنك يا الدوله. ونعرف بعض قضيه احمد من فات ما نعرف صيفه اللي هي شبيهه قبلت شوفير عليه عنده كاسكيت حاجلي عليه لبست الشركه سوماكو تيبي وعنده قفيفيره مديوره عليها بيبليستا يعدلوها للشرايك شوي من وان شوفير انتوني هذاك حد داير خطوته ايوه وهو اعتقل في شنقيطي اللي هو ايه قبل وراك شوي اللي هو احمد اقامه جبريه شنقيطي كانه في مسقط راسه. مشيت معاه الشوفير وقلت له اليوخ احمد معتقل تم الوتا واقفه عندهم داره وقزوالك يصانصك حاجه اللي يكسع يصانص اعطيته منه بعض بريقه قلت له هذا تم هذا هو اللي بقي مرقك فيه تمرق فيه على ركتك. جميل بارك الله فيك. هذا مهم هذا بهذا النوع. انا لماذا اسول عنه؟ لانه هذا النوع مهم للاجيال اليوم
اعلن هم يحسوا على خصله الوفاء هذه ذا النوع من القيم له لما يلطون يندثر. احنا للاسف نعانوا اليوم من كل امه جاءت وراء امه تلعانها ويتنكر بعضها البعض يعود بعض اخر. انا لاحظت هون من خلال الحلقات الماضيه موقف اللي وقفت فيه مع بوياقي والعابدين ومعادلين ونقزوا عدلت لهم شركات واعطيتهم فاتحه. نفس الشيء راعي كرمهم اللي تعدوا لزملائك بلحظات حرجه هم محبسه وهذو عائلاتهم وتجيهم وتزورهم، هذا كامل يشكر لك ومهم عندنا احنا الاجيال وعندنا تعرف الناس على انه ما على انه الاول يتواسى على ان حد قد لا يخلي الدنيا ما هي خالقه الدنيا ما هي خالقه ولا عقبتها ما هو الاخر والموت فرض والرقه ما هي فرض. بارك الله فيك. اذا سلمت اعناق الرجال من الرداء فما المال الا كقصير الاظافر. الله بارك الله فيك. الدنيا جيفه زين والجيفه من ان يتناثرها الكلب والجيد يابط الجيد هو اللي يخلي عنه الجيفه زين حتى وهذا بعد انا هو عندي. بارك الله فيك بكل صراحه ولاني مولي شيء قايل وضرك شيء حاصل وتو عندي جميل. لهنا دخل الصهون مرحله الله. مضايقتك انت بدات مضايقتك او هون هنا مثلا احنا دخلنا مرحله الدوله الثانيه موريتانيا اللي هي اترأس مصطفى محمد السارك وكانت هناك صفقه بين الدوله الموريتانيه وشركه فرنسيه حول مقطع الطريق بين كيفه وبين بوتليميت وكيفه والله نواكشوط وكيفه بين نواكشوط وكيفه وهي الصفقه كانت الشركه ينقالها كولاس وانت كنت عندك فيها كنت عندك فيها شيء لان ماني جاي خليك تتولى شرح. هاي الصفقه هي اللي بدات منها بدؤه ما يضايقك انت من عندها وعقب ذلك بدل وهو كذلك بسم الله تعطينا هاي الاخبار هاي الروايه بسيطه لا منين خلق الانقلاب الحق لابل دوفر كان معناها المسابقه كانت وشيكه وفات قاع وقرر فيها قرار هو الصفقة عنها بعض لجنة الأسواق طاتها لكولاس شركة عرفنا بكولاس شركة فرنسية دولية غنية عن التعريف تشتغل في العالم كامل وفرنسا وراها زين هي لفرنسا ايوه زين ما نعرف ذاك اللي المهم تونا شركة انترناسيونال شركة دولية معناها متوالية لعدد من الطرق في دولة كاملة تابعة فرنسا الله تعرفها فرنسا زين هذا قام اقتصاد واضح وحنا لا كان عندنا منها فيليال ولا انقبضتي العمليه بالمسابقه ويتقبض معاهده مقاولات مقاولين من الباطن معناها مقاولين من الباطن اللي يعرف الفرنسيه معناها دي سوتريتا وخالقين دي سوتريتا ودو كوتريتا وخالقين ما يعودوا جروب ما سوليدا واحنا كنا من دو كوتريتا دان دو كوردي مارشي شنو معناها سوتريتا من ذا كوردي مارش معناها مقاول من الباطن هذا اللي يعرف العربية مقاول من الباطن مديور في نسخة العقد العصبي ما يقدر يقرا الصفت واضح وانت كنت تولي وانا متوالي انا قيمته 800 مليون معطيالي 800 مليون وقية ذيك الساعة والوقية ذيك الساعة راهي قوية زين وزميلي فتن واللي رقيبي عنده شركين قال لها جابهم اللي عنده كذلك ما نعرف كان 700 والله 600 لا بعد كلنا بحسب ذاك اللي عنده دوركم التموين بالوتات وذاك الشيء دورنا بالوتات وليزانشين وقبيض العمال وينكروا من عندنا العمال والشركه تقبض ذاك اللي هو اللي اختصاصي والثاني كامل تديروا مع الناس كامله واضح ولكن قال لها بكلام البيضان السلاليخ حاج اللي ساعه من المختار يرحمه قط جاوا وحدين وقالوا له عن الصين متعد طابقين يعدلوا الدنيا قال ما يجبرهم السلاليخ معناها ما يعطوا بعض العمل للناس واضح اذا هذه الشركه كانت هي المتوليه الصفقه هي الصفقه واحنا هم معاها احنا معاها معاها في العقد تطرح هي عقد ابل دوفر دارت وهذا مشروط في نص العقد في نفس العقد ومديور ملي في شروط المسابقه انا فرض عليه يعودوا الموريتانيين فيها المناقصة المناقصة اصلا للدرس واضح واضح تمام من في الحالة هذه خلقت لك كودتا ايوه منين خلقت لك كودتا قامت ام اللي كولاس معناها شركة ينقال لها مهندس في برازيل ودخلت هون كانت طارحة ابل دوفر وعدلت من الحالة وجاءوا وسطاء لها حاجة اللي بعض أيوة شي من الخارج وشي من تاصلوا بوحدين هون من الموريتاني الأخرين وخلق الروق أيوة انقلعت الصفقة من كولاس ونعطات المندس قامت الصفقة وبارك معاها تقلع كولاس الحالة هذه قام الرئيس معدل زيارة شورو
اللي هو المصطفى الرئيس المصطفى رحمه الله عدل زيارة شارو فرنسا أيوة. ومشى معه وزير الخارجية الشيخ نور محمد القضاء ذاك اللي اشتركوا هو جيسكار ديستان هو رئيس فرنسا جيسكار ديستان ردوا علي ردوا علي شيخنا سي نورمال أيوة شيخنا وزير خارجية وزير خارجية ومن الناس اللي معدل الانقلاب وماشي مع الرئيس وذاك عنده واحد شقادك وانا هم اللي انا هم اللي كان رئيسي وزميلي وهم اللي عنده شريكه وش قال لك؟ زميلي قال لي عن جيسكار الاول عن طرح له صفه حرفيه على المختار قال له انا قال لي حسيت عنكم متباركين مع ذيك الصفقه تقلعوها من كولاس هذا كلام دستان كلام جيسكار دستان قايلها لي من عند شيخ عند وزير الخارجية قايل دستان لمصطفى قال له ما انا احنا قال له فرنسا ما خالك قال له بعض كلام زين شيخنا هو اسمه جيسكار ظاهر رئيس فرنسا وكولاس فرنسا حد كامل يكرر حديده من فرنسا حد هامه يتفاهم معها ما يظلمها وكل ظلم قاع ما يتواسى حد سوى وايش قال قاع الشرايك روايه كبيره عندها هاي مالي شركه انترناسيونال ديتا فرنسي وهذا رئيس فرنسا وباغلو هو التيزا حسي احنا هون قبلت انا وقدرت اتصال انا وصاحبي لقينا الاول حاجه اللي مولاي والاخرى صراحه طال الله عمره ساعه هو البرمانان دي كوميتي ميليتير ولقينا جد هو السالك رحمه الله يكسع وزير الداخليه ولقينا احمد سالم والسيدي رحمه الله يكسع وزير التجهيز ولقينا وياه والمعيوف ذيك الساعه ملي وزير هذا فيهم وحدين وياه قاع راكم تعرفوا ذاك اللي بيني انا وهو ولقينا كامل حاج جميل لقيناهم منين جيناهم قلنا لهم ذاك اللي قلنا لهم كامل على ان تكلمت لهم تكلمنا لهم بطع انا وهو عندنا لهم عندنا دوسو تريتا وعن هذا روزين تري وعن الكونترار كوميسيون فات عدلته وانهم ما نقوم يظلموهم جميل دقيقة ناخذ إعلان بومبا ونتابعه من هون والله إذا مشاهدينا الكرام فاصل إعلاني ثم نعود وجبات سريعة مقبلات سلطات وحلويات وجبات رئيسية تقليدية وعصرية كل هذا وأكثر تشاهدونه في برنامج مطبخ اهلا بكم مشاهدينا من جديد اذا لقيت كل وزارة قلت لهم عليكم وكنا لهم توه وانا نتكلم كلام له شمتينا شوي بيال حسيت عندي من المعلومات عنهم هم الروايه جازمين في قلعوها منها حاسس ما اللي عادوا المنافسين اللي وسطاء ما اللي متوسطين عنهم ما اللي اللي فاتوا فاتوا طاو على حجره زين انا عندي اخبار وقومي مدي ما مرقود ما مرقود فرنسا ما هي راقده هي شركتها مولي وهذا قضيه موت وحياه عندها وتوه منين هوت نوبة تعرفوا المخابرات تتبعني تتبعنا احنا كاملين وهذا قاع سي نورمال شي لا تقولوا الوزير الداخليه ما تلعين في المخابرات لحقوه جميل شي قلتوا ما للوزراء ما مبربيرو كوميتي ميليتير ما تلموا اللي عينوا حد يلحقوه وشي ما اللي قلتوا لبرمانان دي كوميتي ميليتير عسكري ما تلموا اللي عينوا في المخابرات قاع المخابرات اللي مبرتينا ما اثمين وتو ما عليهم يجسوا على حد وهذا سي ديريكت زين دي في فوا مثلا حد لا يقول للرئيس روايه ويجي واحد ثاني انه يلحقها له انا قاعد قلت لك يا الرئيس زين عندنا فطن وانه فطن منين جا نقد قاع نعود انا اكثر اخبار من فتر يا رحمه اكثر اخبار منه
وياك شوي مولي اللي عندي من الفرنسية لا نطوروا نطوروا مولي ونقول لهم كلام تين ونتكلم لهم بالقانون وعن الشيفات وعدل وعلى ان احنا ما نقابلينه ونقول لهم اللي كلام بعض هو اللي المنطق بحسب وجهه نظري انا هو المنطقي. ايوه في الحاله هذه يمتاغل عندهم هم في القضيه. حستم اللي فرنسا تاب ذاك صار عن السفاره لا عندها قومها ما هم مزربين بافرنا مالي اللي جبروا معلومات وطاوقة على حجر صحيحة صح مذاكر عندي أنا ومام كيفتي أنا وما عندهم الإمكانيات اللي يجبروا بهم الأخبار الصحيحة وعندهم بليدات اللي ولا عندي عنهم اللي حصل على أشياء دامقة ما هم كيفتي أنا اللي مبهبر ونقول كلام ونسمع ونفهم من الأخبار يقيرهم ذاك الله يقولوا كامل عندهم ولكن لا يجبروا من الأخبار لا يعطوه لقومهم شركة مالي متبعة برانش عليها هذه مالي الطريق لا يتمشي منه إلا النعمة وهو مثلا عندهم هاي الدولة احنا كنا من مستعمرين والدول المستعمرين فرنسا ما تنتخل عليها قال قاعدين تعود لا يجي أمريكا اللاتينية من البرازيل هذا تعرف شرايك الفرنسيات ما يقبلوه مشي حال وتعالى واحد حسهم الرواية وعجلت وروبط من تحتها قاموا جاوا جا مدير الشركة هم جاية داعا ميعاد فيها طلبوا رئيس فرنسا الرئيس موريتاني راندفو زين وعطاهم راندفو هما اعطيناهم اعطيتهم انا بعض من الاخبار واعطيتهم الممل السفاره اعطاهم مخابراتهم هم الداخليه عن تلفنوا علي انا منين تلفنوا علي قالوا لي القضيه شغل قلت لهم القضيه اللي انا وافيه اعطيت شركه البرازيل هم يقلعوها منه قلت له يعطوها البرازيل وانا بعد قلت لهم ما بخدش جيت للوزراء كاملين انت لقيت جدو الاستاذ يا غير مولي لقيت عاقبه الرئيس راك شايك ايوا زين راك شايك لك مثلا لا ايوا زين عندك بينك معاه لا دقيقه ايوا قاموا منين حسوهم بالاخبار راهو الاخبار تلفن الرئيس تلفن رئيس فرنسا جيسكار دستان على مصطفى رحمه الله وقال له عنه لا يمشي له الرئيس رئيس الشركه بريزيدان ديريكتور جنرال بريزيدان هو وديريكتور جنرال الشركه هي شركه انترناسيونال وفرنسيه وانه يدور لهم ميعاد قال له والله لا يجوا قالوا لي نصارى وتم الدحميسي لين تلفن علي القايله قال لي تلفنت علي كاتبه قالت لي هما لا يقيموا دارك ساعه وقالوا راقوك ما راواك وقالوا لي نعلمك وعنهم راهم لا يجوا الليل لا يجوا معناها لا يجوا بعد يومهم ذاك عقاب النهار فاتوا علموا السفاره وعلموا الرئاسه مثلا بعد قابلين ميعاد وقابلوا لهم هم اللي ما هم هم اللي مزرب قابلوا لهم رئيس فرنسا جيسكار دستان هذا بعد ما يلعقبوا ما يقولوا لي في الليل قلت للكاتبه قولي لشاريال هو كان صاحبي قلت له ديريكتور جنرال عني راني الليله ندور ميكرموني هما جايين في طائره خاصه مستر فان وجايين لا هي يقد ولا يتعشى ويمشوا عندهم طائرتهم عندهم طائرتهم وما ما ما هم ما هم هم اللي ما هم قطري ما هم روكجين اختار كاك تنزلوا عنه واني راني اختارهم يكونفورمولي دان لي 30 مينيت في 30 دقيقه كونفورمولي كانوا لا يتعشاوا معايا انا كاني مولي ايه وراني ذاك اللي معاهم يسوى شنو عاد السفير راني مستدعيهم كاملين قلت له تل بعد وجهز ساك كونفيرمات لي بارتليكس انا ما راهم قيموا وراهم عطاو للتوب معناها عطاو الوفاء لانهم الليله لا يتعشاو معايا راني مناديهم هم السفير فرنسا تعرف شي كبير صحيح شي كبير حد الناس اللي تعرفه تعرف عنده ما هو ما جاي معها سفير فرنسا ومناديهم أنا هو شركة عالمية عالمية ومناديهم انا انتربرينير وهم جايين منسترهم فاهو الامباساد اكثر منهم تعشيهم عندهم بالمئة يتعشى زين حتى
جاوا لا قالوا تم تلقى المستفير وقام ناخذ بهم الرئاسة وجاوا طالعين لها عدلين الله عنهم قالوا لهم الرئيس معاه ومنين جاوا قال لهم الرئيس عنه ما هو لاقيه غير انهم يقعدوا يدالي ولا الشيخ وكونسيي جريديك دي بريزيدون لا ريبوبليك رحمه الله ويرحم المصطفى معاه رجاله وفاضل الاثنين ومنين فلو انسيستو قال لهم عنه 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 خارج انهم لا يقعدوا لكونسيي جريديك توف قيموا جاء مرقوا عن الرئاسة ما لقاوا الكونسيي جريديك ولا لقاوا الرئيس ما لقاوا الرئيس ولا لقاوا ما لقاوا حد تو انفقعوا ما انهم انفقعوا جاي تقرا اخبار لا يجيك ظرف دقيقتين منين عاد في الليل انا مناديهم متر في الليل كامل وعدنا ريستوراه ومنين تنوفينا من العشاء هم اللي يتعشوا مقيمين لكن اللي اعطاهم الاخبار اعطاوه لي انا وصاحبي في بليد متعشين في بليد ومنين تلاقوا يقوموا لا يقعدوا المطار قال لي المدير العام انا نركب معاك اللي هو انا ورفد السفير لو بريزيدون دي كونسي هما نافذين المطار كاملين ولا بروتوكول مالي عندهم عن ما هو كونترول شي مثلا طائره فرنسا جايين ماشي مالي معاهم قلت والخارجيه قاعده متابعتهم بروتوكول معاهم وذا كامل التعليمات بعض عندهم عنهم يسهلهم يركبوا طائرتهم ما معلل لهم كونترول كان معي ذاك اللي وقفنا في المطار هوتي قال لي انت تصنت انا قال لي احنا قال لي طلع ذاك اللي قلنا لكم قبيل انت وصاحبك احنا انا قال لي عندي فيك انت ثقه حقيقيه بي اللي عندي اخبار ذاك اللي اشتركت انت والوزراء انا قال لي لا قال لي اللي اشتركت انت والوزراء احنا راه لحقنا كامل انا ترى الوزراء لا نقول لهم كلام مقلع خفافير راني ملي قايل لك عن مقلع خفافير دي مقلع حق ترى ماني نازق عن شيء وحاسم اللي عنا مظلومين حاسم اللي عن فماتي شيء ثاني ايش بدا يخرق شيء بدا يطرا بس انا اللي عن فم شيء ما هو مألوف تدخل ما هو مألوف حاسس انك موجه لك شيء شخصيه وحاسس انك انت شخصيا موجه لك شيء ما انا قاعد ما موجه لي شيء لا يتعقب تعرف ما موجه لي شيء انا اللي هيه انا هيه من باب اني انا معروف عني ماني ندافع عن مصلحتي انا ما عين على ذي الصفقه علاقتك تبط تناظر تم تسيئ هذا كامل عجلان هذا لكن انه هو قبل الحكم ايوه زين حكم ما له اسبوع ايوه ما حان اسبوع قال لك على انه واثق فيك اللي هو الرئيس قال لي شوف انا لا نقول لك شيء هون انا قال لي وش سكار بريزيدان كنا نقراوه في بليد تصنت اذا العدل ان بريزيدان ديال الريبوبليك ابي يلقانا عاطينا راندو هو جايين يهانن وكون على بال على اني لاهين لحق القضيه للرئيس جسكار للبريزيدان ديال الريبوبليك دمه صبح وانا هو اصحاب كنا نقراوه بليله وكنا قاع شامبرنا واحد حاج اللي عنه قال لي عنه كانوا في شامبر واحد في زمان في القرايه متعارفين من هم الثقات وهذا قاع فرنسا رئيس البريزيدان لا ريبوبليك ايش سكار ما افريقيا هذا شي متين وقايل لك قال لي انه منين ما يتراجعوا عن ذاك من يتم لا متمادين على ظل منافات اعطات لنا لا مارشي عنهم يدوروا يشوفوا ذاك واللي طلع لي له نعلمك هلا صنت له حتى وهذا انا ما عليا نتكلم فيه ماني فرنسا ولا اني الرئيس وهم يعرفوا عني انا مدافع عنهم مدافع قاع مصالحك انت الشخصي انا قاع لكن لين عقب نشدهم على المخطا يعني مع مصطفى مع المصطفى البريزيدان رحمه الله يانا نشتغل الروس في البحر في نوادي بوفكان صادو في بليده زرع الحوت ايوه
ومعايا ضباط ومعايا شخصيات كبار من الروس. وين العمل الاعمال المتاني نعطوا لا لا احنا زين حتى معايا 5 انجنيرات من فرنسا ومعايا 2 انجنيرين من موريتانيا ومعايا ياسر من ليكادر تعدى المزرعه شغال 700 وانشغل وانشغل 700 راجل ما شاء الله وعندي الشغله عامه موريتانيا عند النعمه للنعمه لعيون كيف سيلي بابي بوغ كي هيدي تيجيكج المذرذر هاو قلت لك بعض البلدات تشتغل فيهم ونواقشون هذا حد عنده توفوا بوكو دي مويه لا بد تعود عنده وتوف والروس اللي تات هذا المشروع هو اللي ولا تولى لي يعني معايا لازنجيان مشروع مزرعه السمك السمك قال لصاص روسيان وقرف فيك راه يعرف كان صادو كان صادو ونصها اللي تبني منها شي في الماء انا نصها في وسط الماء في 500 متر انو بروفوند شغلة صعيبة صعيبة متينة ونظل واقف عليها من كل ديجور نجيها وادع ضيوفك وشيت وادع ضيوفي في الليل عقاب الليل أيوه. غير لا تنسى عني كوميسارية مالي المخابرات متابعيني متابعينك متابعين حتى بوليس لا يتعرف أنا منين بايت ولا يتعرف أنا منين يقير مالي راهو مالي مدير اللي اشتركت كامل معاه راهو يصنت لي برك قالوا لي ما مدوا طال الله عمره راه قاعد جبرته ليله هون عن تعزيه هو قلت وتقاولنا كلام قال لي مره كتاب قلت له وي مره كتاب واللي خاصك منو ندور نقول لك ولا اللي مدي جبرت طريق ثانيه لا نقول لا الحق مبلي ايه وي ساعه مدير الامن مدير الامن قالوا لي ما مدوا هو ما هو لينيك اللي في مع الكوميتي ميليتير زين حتى من تعرف هو كوميسار ايه كوميسار يقال الكوميسار اهل البوليس كامله قطاع الشرطه كامل ما ندار منه في اللجنه العسكريه ما هو ممثل قطاع هو عايد صاحب الرئيس المصطفى زين صاحب الرئيس المصطفى واضح وعلى كل حال كوميسار بوليس وعادلته وعينه مدير الامن ومامبر كوميتي ميليتير كاع حتى من ذا كامل عندها لا سوبريماسي هي اللي مديريشي هي غير داير عليها انه ديريكتور لا سيريتي ناسيونال وعنه هو مولي بنادم مخضرم من قد الفراهيه وكلام البيضان يعرفوا حتى يا غير مولي هو اللي مامد يانا لهين اصبح مبكر طايره تبكر من فمنا عبد المكشور وتي عايده مبكر ما معايا شوفير انا هو مبكر قايس نواديبو نايس انا نفد الله نواديبو قال أيوه. لهم هو عدل هو في رابور مع الصباح ايوه اللي هو لي مومد لي مومد ديريكتور لا سيريتي وقال عني مشيت مع نصارى وعني انا عني انا مشيت معاهم شور فرنسا عني مشيت معاهم شور فرنسا وني نشكي من شور لاهي انا قايل لي تشكي على شور لاهي لاهي قال قاع علني وعلني اللي قاع عدل في رابور دار علني لاهين راهو يصنت لي عني لاهين عدل عني لاهين عدل انقلاب بالمغرب وفرنسا هذا لا يقولوا هذا ملي نقلوا لا من عند الرئيس رحمه الله اي واضح لا من عند الرئيس المصطفى ما قالوا لي حد ثاني اخبار كامله اللي نقول لك منها اعطيه لي لا الرئيس اي والله هي اللي هو لا جابر مقد وقال له راهو بومبا مشى معاهم وبومبا خطط معاهم الانقلاب خطط معاهم انقلاب وبومبا معناها عن ما لهم يديروا رئيس قاع بلغ هاي هاي ورد دوع على المصطفى محمد السالم حق هو ورد دوع على المصطفى محمد السالم ايوه وهم اللي قايلوا لي المصطفى زين قالوا لي هو وقالوا لي المصطفى هو راهو يصنت لي ضرب زين هون وقريب في نواكشوط من اي شيء انا راجع من الطائره وليت من قد عند الكوماندان البريغاد سيد احمد بن احمد العيد يرحمه معيط لك والله شو والله صاحبي ومعيط لي لا عادي لا كان هو 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 ساكن في كنصادو هذا في نواديبو زين نواديبو ها زين احنا في كنصادو كانه تو ما انا بكرت قلت لك شور نواديبو شور بلد سانتر لوسيان وغرافيك وماشي تو لحد شقلتي واذا قاعد اللي يتخموا هما فيه والله يتخمى فيه سيره تقع انت ما اخبار شي ما منو لا علي وتو زين منين وليت يومي ذاك وبت الليل وليت يومي ذاك وبكرت في الطائره راجع والله ما انا كان جيت في الليل منين جيت بعد جبرت البوليس تحانيني عند الدار ما انا الله تحانيني عند المطار الطائره تنزل اعطيهم المدير لمن الاوامر عنها فلان فلان الوقت اللي جاء وقفوه ايه
ستوكم يخلوك توخى شور داره يخير ويعلموا بك المدير لمن ولا يقول لهم مدير لمن يعدلوا منين جيت انا عندي علق جيت في النهار بيا اللي نداني لا بريميدي الاول تميت لين جاتني جاوني اثنين من لا بوليس ووتر في الدار كيف اني لكن جيت ما زلت ما شربت تاع ما زلت نقول لهم عدلوا لي تاي قابل الراس جاوني قالوا انت دورك مدير لمن جيتو منين جيتو في اداره لمن ومسكنا به الشرطة تحت والفوق وهو قريب في إيتاج قال لي ايوه انت جيت هذا ولي لما مدو لما مدو لي صنت لي ضرك قال الله عمره يدور له عمر ان شاء الله على عمره امين صنت قال لي انت جيت قلت له انت مالك انا قلت له جيت في الطائرة وتوفي جيت قلت له كيف شنو معنا؟ قال لي انت قال لي فيدي اخبارك؟ انت متبارك معانا تشتغل فرنسا ودور تعدل لنا ان كو ديتا. وانت عميل قال لك؟ وانت قال لي انت عميل قال لي لفرنسا والله شي ذاك يمو. قلت له حاش اللي عني شاوبته. ذاك اللي قال لي لا كيرت لامك يا لي. لا جاوبتوا جواب ولا ما هو متمربط ولا هم رجلي فهمت ما قادري في اللجنه العسكريه والله ما قادري فيه هو زين حتى ولا مرقت وبي بحاجه اللي من لبورتيزو بلان تعرف منين تهيشي قد قاعد يدقدق وانا ذراعي معلوم ديك الساعه مستصغير ولا قبرتي اللي هناك مرقت عليه هو مكاردي شي من البوليس ما يصح في فرقجات وفي لا قبرتي لين مركت مع مروقي منين قال لي قلت له عميل لا انت وانت قاع ما يظل قلت له حد يديرك حد دايرك مديره من يخلع عنه فرط في اخباره واخبرت الباب عليه لين تهزت الدار طاير الكواوي انت سمعته تراسفت البوليس لا هي ما هي عارفه قاعد اللي تعدل شيء كانت تكردني وهي ام اللي ما نعطاو لها الاوامر على تكرتني فاتت ويا غير بعد جاهزين بقى جاهزين اللي بعد قلت لهم يخلصوني ولو واحدين من وقام وقامت استنفار فيهم غير مصطفى رحمه الله متكايس لا يتلفن له هو يقول له بمبشاني هون وراء يهج ويدور ام اللي الطائره اللي قالوا له بوليس دور يعطوه الحقيقه يقولوا له الطائره جايه لا من نواذيب وما هي من باريس وانا قاعد على قصه باريس باريس والله المغرب والله بدا ما هو محرم علي ايوا عيط لك مصطفى ما لا عاد عيط الا باترونا عيط الراجل مولي سالم طال الله عمره قال له بالله والمختار الله ولا سكرتير جنرال وانا مولي مامر من البيرو من البيرو دي باترونا وبريزيدان قاعد في فيدراسيون في دي زانتربريز ما عمر قباله وما اللي ما مدافع عن راسي عندي تيتري وجاد علي راسي وجو سوي بري عيط هو عيطت الرئاسه لرجال الاعمال الحاجي والسدينة هو اللي عايد في بلد الانتريم عاد بن مشى شيخنا عن عاد اللي هو حاجي حاجي يرحمه كان علاش؟ كان هو فيس بريزيدان منين وعين فيس بريزيدان منين وعين بريزيدان ميستر سافير ترانجير عاد هو في بلو زين عيط له تو تدفن له الرئاسه فايدها سميت لين هو جايني للسكرتير جنرال قال لي الرئيس قال لي باني دارك كل شيء عجلان ولا اعرف شنو اللي تلفن قال لي للباترونا وقال لهم عنهم لا يعرفوا لك شيء اللي نجيبوه يجيبوك له يجيبوك له وانا صاحبي يعرفني قيمت ماشي قال لي عرفوا عندك راندوفو سيسير نفس اليوم سات سات الصباح ام مساء؟ مساء مساء منين عاد سات جيتو جيت للرئاسه لحقت يوم ياك عندي عنه محمد سعيد الهمدي هو السكرتير جنرال والله هو بعد اللي والله مع اسيري اللي ينتريم ما نعرف الحاج اللي بعد عني جبرته اللي هو سعيد الهمدي سعيد الهمدي ويرحمه وجبرته اللي باه للبو وهو ديك الساعه مدير لبد
لبد مثلا هاي خبرات خارجية. خبرات خارجية. يقير فهم في الرئاسة كامل الصيف مازال. من أي شيء تهرشات ووفد من وزارة الخارجية. كوريا. كوريا. كوريا جسيد. جنوبية. ومعه وزير الخارجية شيخنا. سالم تبعت معاهم شت. قال لي سعيد صاحبي. قال لي قد هون في صالون هاي لأن كانوا لهيك ديال قاك وسعيد ما بيدوا الأخبار. هو هاي الأخبار كاملة بالتريتية هو مع الباترون اللي هو الرئيس. حانيتهم هوتوا ساعة طويلة مع بنادم وأنا داقع ومتنقلي. وأنا مولي ماني حق معيق له سيسير لأن ما يلتقى. يسوي لي كانوا حاني والله يمشي. جيت لصاحبي جيت لهم ودي يرحمه سعيد قلت له ايوه انا قلت له معيط لي سات وقال لي بالله عنكم دورني الرئيس الى عادي دورني يقولها لي يلقاني والى عاد ما يقولها لي انا عندي همي ماشيين عدل يقول لي باطل الرئيس لكن الله يقول لك بحسب الله يقول لي الرئيس هو الله العدل قال لي قاسو قال لي قال لك قال لي عني ما خليك تمر تصل لا عاد لك ريتنير معايا مثلا عاد خاصك شيء تشرب بكلام الاصحاب قلت له معناه انه هو عاد هو لا بريزو عاد قال لك تحبس انت عاد هو ولا ريجيسير الا لو حاكم مع صاحبي انت اللي ريجيسير عاد قال لي ماني ريجيسير غير لا حالي هو تو قال لي بومباتي فبا اكزاجيري وتعرف صاحبي يقول لي يرحمه صاحبي وزميلي في المدرسة وإحنا أصحاب ومن هل تشترى واحد كان أخوت أخوت أنا هو لا كان شخص واحد قال لي ذاك أيوة قال لي أنت الرئيس قال لك تحاني وحاني قاع قلت له أيوة أنا أصلا تياني ينصي قلت له نختار هاي الكلمة التالية أنك لا تخليني أنا أنت ما تقدر تحكمني هو ما يقدر يحكمني غير منين قلت لي أنت هذا أنا قلت له حد مثلا أنا مودي لا عجلان عجلان ومش شيء شر حتى ما زلت شبابي متخيل وجاد علي القانون أنا أعرف أنه هو ما يقدر يحبسني يعني أنا جاي باختياري ويدورني الرئيس والرئيس قاع أنا مولي سوى علي نلقى ما عندي شيء شافيني منه قال له قول له حانيني هو لا مولي علوا بالشعب والناس ما زالوا مطولين هاي ده بعد منين عاد صلاة المغرب عيط لي الرئيس مرقوا الناس عيط لي قال لي أنا عيط لك قال لي ما هو كذا منفقع ما هو منفقع قال لي أنت هو قاع بأول كلامه قال لي أنت ما تعدل علي انقلاب أنا قال لي عنك لا يتعدل علي انقلاب البطس زين وإنك أنا مشيت مع فرنسا مشيت مع قوم فرنسا في طائرتهم وانك له ينصبوك في بلي قال لي هو اللي عندي فلان انا انت قال لي لا نقول لك الحق قالوا لي بالشاشه قمت نتبسم له قلت له مثل البريزيدان شوفكم سيده مسيده فوتر بلاس سوي سبورتيف هذه هو كلمه الفرنسيه ما قد تكون نقولها تو ما تقول فرنسي غير ما تكون قال لي سوي سبورتيف قال لي عود رياضي انا هو اللي قلت له قلت له عنه يالطي عود رياضي ويخلي لي بلو منين قلت له عود ديما كي تيهانت شتي ديري كي تيي قول لي عنك اذا مثبت لك عن جسكار هام ويديرني في بلك سسرا فيدا لي 30 مينيت ويلا والله هام هم اللي الحسن الثاني هذو كاملين ما فيهم قاع اللي ومنين يعود هذا حق خلي لي ربح وقته قلت له خلي لي المقعده قلت له تبسم نو قال لي كوت قالت لك هنا طال لي انا مولي تبسمت طلع على بعض عني ماني مشفط قال لي نو بارلو سيريوزمون جو تو كوني بيان بامبا قلت له سي بريزيدان تي مي كوني بيان انا تراي بريسك تروازا انسامبل الا حس اقول لك انت تو متعارفين وتو مدرس سنوات غير هذا اقوله بالحسن قلت له تعرف عني انا وانت بتفارشي تعرف عنا اشتغلنا هلت عماه بليد سوني مكس انت مديرها وانا ما بركوم انت ديركسيون ومتريتي معاك ذا وقول لي كان قط قبط علي كذبة قال لي ما أنا شامه قال لي شامه أبدا قال لي قال هذه مرت قال لي صار رد علي الأخبار قلت له ما هو سامك تعطيني أخبار
دونان دونان معناها أعطيني نعطيك، أعطيني للي أعطيك الأخبار، أعطيني للي أعطيك الأخبار، صادقني إلى صدقة، ما صادقت ماني بصادقة. واضح. يعني قلت له لا خال، قال لا سكي ديكي سكي ديكي سوقه فوقه، أعطيني أنت الأخبار يا الرئيس، أعطيك أنا الأخبار. قال لي أنا ذاك، قالوا لي قال لي ذاك رجال شو ستران عليه، يعني اللي هنقول أبدأ الأيام بدون الآخرة. وما هو لي ممد؟ ذاك اللي قال ممد لي ممد وقايلوا له غير ما اللي عنده مادة ثانية، عنده مادة ثانية قالت له شيء، عنده ثانية زين 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 واضح. لي ممد ما هو جاحد شيء، قالوا لي أنا قال لي ممد مدير سريته صاحبه ومدير ومدير مدير أمره أمره، وهذا عمل ويويله وعنده الحق لين إجبار أخبار صحيح، يقول يقر ملي ما يبطو يرى كتل بوبار، معنى هذا هم بالفرنسي ما يبطو ملي يدير بوبار، تنقال لأسواق اللي ماهم ماهم بالفرنسية، تنقال لأسواق اللي ماهم ماهم ركزين. هم مدير أمن والله كوميسير والله حد من هاللمن إجبار أخبار، قال لك للي قايل له دبا، قال قالوا لي وقالوا لي، قلت له عن قايلوا، قلت له وقلت له لا نقول لك شيء ثم لك قلت لي عنك عنك لا يقول لك لا يجد علي، قال لي والله، وقلت له لا الخير مع السلام، اولا طالبه كان عنك تنقز تونتيزيان بيرو كام بريمير مان بور كومونسي نقز قومه كاملي من عند سيرتي ودازيان بيرو اللي قال للعسكر هو عسكري، ودازيان بيرو معناها مخابراتك كامله الداخليه والخارجيه، واللي قاعد يفتح لنا مولي هو مدير لبد اللي يفتح لنا دائما ويقول له الوقت لاحق وقايته فيه باه واللي البو يرحمه هو اللي على لبد. واضح. اذا هو 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 بيان هو عنده مدير لبن وعنده مدير لبد وعنده مولي مخابراته ونعرف انا عنهم جايبين له ذا هذا قاعد قالها لي زين حتى وتو قلت له كفت وذنك الناس كذبوا عليك، الناس كذبوا عليك قالوا لك ما هو حق، انا اول بعد قاع ما كنت شارة فرنسا، ما كنت شارة انا قلت له انا واديم وراني مولي مقيل معايا مقيل معايا عند الكوماندان البريغاد كان صادو سيد احمد ولا احمد العيد رحمه الله بارك يكسعه كوماندان البريغاد وهم صاحب المنطقه العسكريه وانا جايهم في كان صادو وهذا ولا احمد العيد وانا وهذه بلد كان صادو يعرف عني راني واقف انا ونصارى معايا في عرض البحر البحر ندخلوا دي ندخلوا دي بروك كلها في ترواتون لين لارقوها وسط البحر نعدلوا بها الطريق وسط البحر شو نزرعوا معنا انجنيرات من الروس ما لنا مولي وتو علم بيا هو الكوميسير وقال لي معناها هي معناها كوماندان البريغاد وقال لي انا خصني تلحق وقت الغد تعال لي قال لي تشتغل هناك ومشطني ولا كان اخويا وتو ايه عادي رديت من جاي تريت معاهم اللي صاحب المنطقه العسكريه هذا تردوا انت على المصطفى انا ردوا على المصطفى حق على المصطفى ايوه هذا بعد قاع قلت له ده عرفك تونديزيان بيرو نفوريا قال يا اخي بس كل طلال تبسا منين قلت له تونديزيان بيرو نفوريا وانا مالي جيلتي توايي اللي وسمونامي Excusez moi, le président, je vous dis toi parce que je ne mets pas de gars avec vous. Mais je vous dis que je ne suis pas avec vous. Je ne suis pas avec vous. Je ne suis pas avec vous. Il dit bien sûr, bien sûr. Il dit que je ne suis pas avec vous. Je ne suis pas avec vous. Je 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 suis pas avec vous. والله الشيخ جندر موري يقول له عني انا كان ايام صالد معاهم هذا تعرف حق كذبه كذبه على حي واقف يقرص قلت له صار انا اعطيك اخبار صار قالوا لي بعد شيء يعرفوا لا انت وش سكار ولا نقول له قلت له انا قلت له دور فاصل كان انا هم والله ما انا هم مالنا واحد انا لكن نسعت نقصي للوتي انا اللي نقول لك قايلوا لي شيخنا بريزيدان شيخنا ميستر زافار ترانجير وقال لي عنه حاول اشتركت انت وجسكار هذا بعد قلت له امال انا ما نسعت نقصي له ومن صحتي القول ان ينسب الى قائده الى قائده هذا قال نشد معك اخبار ذاك ونقلت له عن كل اسماء ليتهم وانا
ماني انتي فرنسي ماني انتي موريتانيا انا جو سوي بروسو ما كوتي بي جي ان انتري دان سو تريتانس في الكاي دو شارج وفي لا سوميسيون عني راي منها 800 مليون حد راي 800 مليون الا دافع عن مصلحته يعني قال عنه انتي موريتانيا جي دو فا ميز انتري انا جزء من الصفقه وجزء انا جزء من الصفقه ولاني وجزء راني مدافع عن فرنسا غير مدافع عن راسي وجزء من العقد جزء من هان دورتور المشاهدين اللي هو الذي حقيقه لا تكلمت بالفرنسيه بي اللي تعرف هذا سي بور مارابيلي مارا فريشير ام بيري مدور اياك هذا واضح ذاكرتي انا ما نقول كل شيء حق واضح 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 زين تعرف عرف عني انك رايت الاخبار راني رايت الاخبار وراهم هذا قلت له مانيش احد عنك شيء الناس لا يعدوا عليك انقلاب واضح هذا مهم لا يعطيك انت معلومات ناس حسب اللي فهمت من كلامهم قال لي شاريا فلان فلاني ديريكتور العام انه اولاد اصحاب انا اعطي انا مولي البريزيدان ما همني يكون نقول له الحق الخلطه لا هي عدل عليك انقلاب واضح خلوا عليك انقلاب بك اللي انت غلبتهم الدوله همكم تظلموهم ومنين تظلموهم انا قاعد كلامي قد ما تسمعوا ذاك يك اللي تعرف عني انت انا متسبب له انا مبين له رص لساني برص النية غير ملي لا نقول لك عني قايل له الحق بيد خلق خلق وراج هي قاع خلقت لا الله وراج انك انت عمرك يسلك وراجي ملي موريتاني كبلد مع فرنسا اقوى منا وتابعنا وتقد كل شيء تخسر علينا وتقد تنفعنا وتقد ضرنا انا ملي موريتاني ما تنضر واضح هذا هو الكلام حد سياسي عاد زين ظهرك تبقي لا تعدل قال لي سينو زيغوي زيغويه معناه بكلمه بالفرنسيه متفرص صحته هو تعرف المصطفى لقاته عاليه استاذ معلم هو هو قاع من برني برني متخرجه من ولا عشرايه من الشيوخ من الشيوخ بوريتاني وهو من بيناتهم ذيك اللي دي سالفه في الاخبار وبرني ما يتخرج منها ما حد كرك يعرف الورقية حق هو 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 راهم قوموا هو دي عرفوا يعرف عن مصطفى ما هو جاهل والله ابدا هاي قاعد الفرنسية عدل منها نشي زين زيقوية معناها ما قال يذبحون كوكي بحشيشة اللي يقضي معاها يضرك الخرزة ينقالها الكوكري زيقوية قال لي ليني زيقويوني ليني زيقوية منين قلت له يدور يعدل عليك انقلاب قال لي سينو زيقوي ما ولا تلاقوا شوفوا لا مرش والله لا نفترضوا تو والله لا ذبحوني ما تلاقوا شوفوا وهكذا ايه قال انا باقي تقول زين هي 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 حتى في المذكرات مترجمه ترجمت اذا قطعوا حلقومي حلقومي هذا هو الكوكري كوكري زين يا غير قول لي هو سابق ندخل روايه لمن الاصرار على صوع الشركه والله لا قطعوا حلقومية يا شركة كذا ما تستفاد منه من جاي ذاك انا قلت له السلسلة برجدان انتم قلت له تبانوا الرواية قلت لي فيه وضرب قال لي هو جم تلبله وضرب كان طالبه كان شخصيا انك انت تتخلى عن هذه القضية وتوفى منها ولا نبقيك تعاون الفرنسيين ايوه قلت له شوف كنت ارتي راعي انا جاي رافدها بي اللي عارف راعي سيناتير هم راعي سيناتير يا احنا كاملين راعيني اعطيه لك قال لي له نقول انا الكلاس عنها مع نقول انا المندس عن الدور عنهم اللي يعطوك انت الدور انت ترى العمل قلت له لا دي ترومبي انا قلت له لا انا ما نلوذ للعمل انا نلوذ للشرف زين حتى حقي ما ريته ماني بايع قومي ماني بايع لك انت ماني بايع قومي تطلبتني وانا راني معلمك عني من بلقعتي هذه وافي منه وافي من القضيه على اخلاقك منين طلبتني كنت ما طلبتني صرت قلت له كنت ما طلبتني ما انفصل معها يدني بعد نعدل فيها اللي قلت انا اعرف عني قاع ما قلت نعرف عن الدوله عندها السياده المطلقه جميل انا اقول له بالعربيه عندها بالفرنسيه عندها اومني باتانس نقول له هاي نختار الناس اللي تعرف الفرنسيه تعرف عني اذا هو لقيت تقبال فرنسي اذا 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 من هذه اللحظه انت وفيت واجبك بعد قلت له هو على الخلطه الفم انقلاب لا يخلي الفم انقلاب قلت له راجي عنك انت ما سلك روحك والله ملي عن موريتاني ما يلحقوا هضره كثير من فرنسا زين اذا انك لا يتابع النص من هون شتم من يخلق الانقلاب عليه هو والله مشيت من عنده وانا عندي صديق
جاري ينقال له داهو للتيسي رحمه خير. شفنا تعرضنا الصورة واللي راك تشوفه مصور مع النصارى عايد لان عرضوها قاع الصورة داهو للتيسي راجل عاقل وحكيم ما هو ذا تعرف انسيان بريزيدان دي لاسامبلي ناسيونال انسيان مينيستر واحد من اهل قرقل من اهل منقل وشيخ كل فترة كان شنو هي وظيفته؟ ماني ضابه أيوة. ما قادر اللي قاع وظيفته بورتي بيبر مو ما قادر اللي يبقى يعود بريد لا يبقى يعود براتو هو الداهو اللي تيسوتو جميل وانا واثق فيه وهو واثق فيه جميل شديت قال لي انت انا قال لي انت منين كنت؟ تعرف انا عيتنا من هنا انا ما اخباري ما هي ياسر وهو افطار اصحابه قليلين ولا من هنا نعود في الليل ونتعشى نقوم نافذ بوعيت سابق يرقد تعاطى معه الاخبار قال لي رديت عليه الاخبار طبعا بعد رديت هلا عليه هو قلت له انا يا اخوي لا داخل مشكله هون قال لي شنو قلت له يا اخوي دخلت معايا مدير لمن هذا قالوا لي مامد وواحدين معاه ولا قالوا له بريزيدان يعني لا ينعود نعود لا ينعد الانقلاب عليه قال قلت له كان معي الرئيس وقال لي يعني لا ينعد قلت له ما هي مشكله اللي نعود بتوه لك هذا لا خلي لي المقعد وقمت نضحك له زين الفائده شخلي لا من ينعاد مع الصباح هو هو التلفون هنا هنا لا قراءتك انت اللي قراءتي انا لا لا لي شوز سي سون بريسيبيتي اكسترا اوردينير لا من ينعاد الصبح قلت له هذا في الليل هو عاقل قال لي هذا ما هو فعاهم كلمته ولي الله يرحمه هذا ما هو فعاهم اللي شاكين عليك انت تلوذ له ويعرف ذا عندي تلوذ له الرئاسه ايش لك بها اخوي الرئاسه تفو بها قاع لا من ينعاد مع الصباح هات القايله اللي ذاع الوحده حاج اللي والله ميدي عاد الكونسي كونسلتاتيف هي برلمان ايوه ودارني انا فيه طلعت انت فيه طلعت مجلس وطني ها كان هو البرلمان ها برلمان هي هي قال هو يمثل البرلمان هو البرلمان وتو حق الله عاد البرلمان يقال لك ساعه كمان سيتي يعين البرلمان البرلمان يعين هو رئيس زين حنيني منين يعد الانقلاب هيجي يجمع حنيني يجمع ذوك القوانين اللي تبقى اللجنه العسكريه القوانين هي اللي تقاول هي العاتية مجلس البرلمان قوانين الاستثناء ورئيس اللجنة العسكرية جاءوا معينين كوميسيون مرقت ولي أو بنبول سيدي بادي البارح عيط لي مدير لما لا يديرني لا يدير لي في النيوف وعني خالق لي وخالق لي ومتبارك مع انقلاب لا ينعدل واليوماتي هو أنا عدت معين دبيت ما خالف شيء أكبر منه قل لي حق هاي ثق قال مصطفى يرحمه راجل مسقم ومتدين وعلى بابه ان الكلمه اذا خدعتهم خدعة والقضيه قضيه بيطانه زين مخابرات بك اللي انت لين بين بيطانتك ما هي صالحه والله عندها نوايا سيئه والله عندها مدهاني اللي جابوا لك فرضك تحكم به واضح صرت هذا انا بعد هذا هو اللي وبه اللي كان ما لاقع ما يقول لي انا بريزيدان لا ريبوبليك انا كان قد يمشيني الحبس ذاك الوقت ايوه زين ما هي قال ما عدلها واضح اللي يعرف عني انا مصادقه يعرف عني مولي نبقيه بيدنا نعرف عنه هو سليم يقال نعرف عن الناس الاخرى ما هي ما يفرض عليه تعود كيف ما يفرض عليه تعود كيف ما يفرض يلت لا تعود كيف ويلت تعود في دل معه في صالح البلد ايوه تو من هنا ما رحت لي ذاعه هو انا دبيته تو جيت صاحبي حاج اللي في الليل وهو اداه مالي معينه نفس الشيء لما اللي دبيته عاد دبيته من تم انا وهو مشابع الاخبار الين يجي يوقف علينا احمد ابو سيف يرحمه ومعها ايه جعلنا حمود ولا محيمين سابق احمد ابو سيف يرحمه وساده ايه جعلي يلوذ لي انا وقال له للدار راه هو شو راه للتيس وجاء حمود مولي لا صاحبنا كامل ومعين مولي فيه معين مولي من المكتب في البرلمان هذا وجينا وجعلنا المختار لاحمد العثمان يرحمه جاء رافد يحرك به الدي معناها احمد ابو سيف يرحمه وعادوا كانهم يلوذوا لمنبر
الإمام برا البرلمان اللي يجمع البرلمان ويلو راوني أنا وراود أهل التيس وحمود والأحمد ومختار والأحمد العثمان هذول الأمراء الكبار واحد أمير الحور وواحد أمير العصابة ومعه ورافد أم اللي أحمد البوسي هو الهام والعذر عنده الحكم زين عرفت عن هذا هذا هو الرويو أيوة وتقول لو يشدوا معنا الأخبار وسألوا معنا قابوا سيف ماني خبري فيك ساعة ولا نعرفه المختار نعرفه مدي الله قال يعرفه حمود حتى وحمود وده شدينا الأخبار وقاموا هوتوا نهار والله اثنين وطلبوا عن لسينك بعض خلاصة لما رفيل هين قمنا فيه أيوة. لسينك أفريل مهم نلعات كذبت عليك سابق ذاك جات لي 18 وصوار جميس تيرفا في جورنياك نياك سيدي بريزيدان دو لا ريبوبليك معناه مستشار الرئيس فرنسا. ولا يجي ما هو شي ثمين شي مثل المشي رئيس فرنسا ايوه جو لقى مصطفى لقاه في الليل حق ولقاه السفير وسلم لي سلم نفس الليل اه وي واللي مع الصباح مع الصباح وعلمت انا عن الطائره جات لي دخلت في العنقار مش تعرف انا لا عندي واحد يناطني اخبار راح هذيك وحاس والراعي ما اللي فيها دان حانيها وقومي قطعوا معايا الضوء والماء ما تلاقوا قاعد يتلفنوا لي عرفوا على نسيكوي عن القضية وفات معني أنا كانوا يدوروني ألا يندافع معهم عرفوا عن القضية ما تلاقوا رأيينها واللي قد يضروا بهم ودي تاني تقول لا يعذروا بواسطة رئيس فرنسا اللي هو الانقلاب جه في الليل أيوه. جه الساعة يوم 18 مارس أيوه جاء بالليل ولقى الرئيس ورجع وذاك اللي بتقاول هو الرئيس ما انا عارف ما انا اعرفه أيوة. عارف الا هو الرئيس أيوة. السفير قاعد نعرف عنه قد يقعد ما يعرف ايوه ورجع ورجع لفرنسا خلق الانقلاب الصباح اها ما خلق مازال لسين كافريل والانقلاب لا يخلق لسيس افريل ومتين ايوه زين يقرر هذا تسلسل الاحداث لا تسلسل برلمان معيط له وكون في كيبول لسينك عنه يجمع عندنا احنا اللي خلينا نملي نقازلوا خوف لا يطرد قاع منا حد والله يتضامن معاهم وخاطرين كان البرلماني وخا فاذا نداولنا من العات الخامسه جينا يوم لسين كافريل وصوار جينا البرلمان اللي بدقدق للي بل عاتب له الساحه هذه الساحه هذه وجينا حاج اللي بعد الخامسه جينا كاملين بوينتات الناس ما توجدنا حد قلت لنا نشتغلوا مثل البرلمان يشد الاخبار الا منين عاد ويتر دمي ما ننساه لا بد ننساه انا قاعد نتقابل مع الرئيس قاعد وزير اسماعيل والعمر راهو يصنت لي ظهري انا هو مقعد احنا انا ومحمد احمد والحمود وزيرنا ما يرحمه هذا الدبيتات وتو منين راه والي من يجي ريني شقيق جبريل عبد الله شقيق جبريل بعض ذاك اللي ذاك راه اخبار انت فهمتي نعرفهم بعد شخصيا اي وتو يجي وجابك ويغض مبرمج يتبري مدها عبد القادر عبد القادر كمرة كل التراد وكمرة لكن من كيف كامري الناس تبارك الله نعم انك تعرف وهو مستشار الرئيس ومستشار الرئيس معاه زين والرئيس وسيم بير ماني مقارك ذاك بينهم اللي بينهم ذيك الخوالة ذيك الخوالة وذيك العلاقات وهذاك هم اللي هو قاعد على السيزيوم سليم هو قاعد على المنطقة الساتة وهي الفايدة القوة ايوه زين مد عبد القادر الكويت مد هذا ولا بسيف بس ديسكري سي مستورة مد هذا القرانة بي اللي لا راعي لا بدالي من نشوف شيء عش لا حاسب يوم اطرح ولا نشوف شيء ما بطنت له ايوه زين راه والي منين جارينا نعرف جارينا لكادر وهي شفزر وقبل الكويقط هذه ملوية هذا مكمش ما ننساه فتح عبد القادر قراه وقراه من قرا ذاك اللي فيها قال
كما شو مد ما يقول له باط عن سين بير انه مات له مات له فاتوهما قبضوا عليه فاتوهما عادوا عارفين لهم شو في بليده كامله معيط لهم بليتاما شو ولا هي خلق الانقلاب منوي اي فاتوا وقفوهم فاتوا ما فاتوا وقفوهم يقال هو جايبوهم تموا يقصوه لين جابوه باطك لين عقبالنا الله من دخله قصوه لين حكموه دخلوهم كاملين وكلها نداولوا كل ضابط في بليده ونداروا عن يدوره الشيف تامجور عادوا كانوا احتجاز عادوا ما فاتوا قعدوا احتجاز يقعدوا ولا انهم مجمعين وانهم لا يشدوا الاخبار مد الطاقه المصطفى ونحن نسالفوا انا قاعد عشان يدرون لك الكمينيت مد المصطفى معها قراها عبد القادر عملها انا كان خلاص عبد القادر ولا خلاص مصطفى ولا خلاص بيا العينيه بيا اللي نعرف ذاك اللي قال لي النصراني اعملها اكو لا قراها وقام ماشي شور المصطفى ومكلوا منها وعملها هاك المصطفى وخرص وجا واقف ما بعد حد قال لي سيان سليفي ما نعرف كان يركب معي اسماعيل ولا عمر طاحوا الشوفير والله والله ركبت انا معاه ما نعرف ما عين اركب مع الثاني احنا عند البرلمان ومشينا انا صاحبي ومشينا له يتعشاه بليده في داره هو دار محمد احمد والحمود في زر مولي كان في زرنا منين جاو جمعنات لينا نتاولوا عن الملاد ما وادعنا قالوا يا رويش قلت لهم انا البريزيدان ما قتل رئيس تو حق ما قتل رئيس قطعا انه ما تعود قلت لهم عليه تروازير رئيس هذا واضح تروازير ديماتين بحسب فهمي زين اللي المؤشرات هذه من المؤشرات الحقيقيه انا قاعد قلت له الرئيس قلت له الرئيس لا يتعدى عليك القلق وراجين لك ان شاء الله انت ما يلحقك شيء وراجين وعقب خلقت وتوه لا من عادت لا هنا عقب مره الاخبار لا هنا عاد سيزر دي ماتي انا لا طارح ارجو ارجو سري رقيت بعض عدت الدار وشي ما كان يتلب توتي والله مشينا هوت المهم بعد قال لي تعشاه بليد اسماعيل وجعلنا محمد احمد يرحمه والواقيش وعائلته هو مريم معاه اللي هو اسماعيل قريبتي انا مولي قلت لي نشدوا الاخبار وقلت لهم انا بعد منين يعقب البريزيدان سيزر دي ماتين منين يعقب البريزيدان سيزر دي ماتين ما معناها عني فهمي خاسر قزانتي خاسر ومنين عود صادق سانتو السات تصنت يا عشلة لا منين عاد سيزر كانت ارفي انا وصلت لانه انا ما تروازور دي ماتين اجا هنا عرف اللي اشتركوا من اللي معاه هي اللي عقب ردوا بعضهم اجبرت الاخبار حيطوا المصطفى قالوا له يقض شورهم شور من الرئاسه وقعدوا في فيلا دي زوت في الصال انا قاع هو البانيها بالمناسبه انا هو البانيها والرئاسه انا اعرف لدها وقعدوا فموتوه قالوا له عنه لا خلوه رئيس يعاد يبقي يستقبل وهود يستقبل لا رئيس تو هي جمله بريدان سان بوفار جابه الهدارة في مذكراته ايوه سواء غير انا الله نقول لك داعين على الصلاحيات اللي عطوه لا يعود تو يستقبل هذا كانوا ذكرت الهدارة ذاك اللي ماهو تحت الشجرات يقبلوا الهدارة انا قلت لك دا مولي انا مردود علي رد علي قاعد عندي عن ولا حمود مولي لا رد عليه كادر زين رد عليه اذا حدث هذا الانقلاب ما وعدل وعدل بوسيف هو اللي عنده البريروغاتيف هو اللي عنده السلطه وعدل مصطفى هو اللي كان يبقى بريزيدان وخلى ومنين عاد 1600 هو اللي خلق لك راش مش خلق ذاك اللي خلق البوسيف هو جميل لا يتوقفوا بقى. جميل ممكن هذه هون لا نتوقفوا لان الوقت داهمنا لا يتوقفوا عند الحلقه لا العكس لا وقت الطبيعي يا غير داهمنا هون وتوف له نتوقفوا عند رئاسة المرحوم أحمد البوسيف اللي ما فوتت ياسر وسقوط 57 يوم وسقوط الطائرة وبعد ذلك له نتحدث عن فترة الهيدالة وهي الفترة العصيبة في حياتك أنت لأنك سجنت فيها والله. وهي اللي خلق فيها انقلاب السيز مارس واتهمت أنت في المشاركة فيه والله. وتم احتجازك تفاصيل اللي حدثت وذا كامل اللي خلق لا إن شاء الله يعود موضوع حلقتنا في الأسبوع المقبل شكرا لك أستاذ بومبا على هذه الأرياحية شكرا على هذا الحديث الشيق
الله يجازيك. مشاهدينا الكرام، في ختام هذه الحلقة من برنامج الصفحة الأخيرة لكم تحيات الطاقم الذي أشرف عليها، في الإعداد متالي والصادق، وفي الصوت إبراهيم والصبار، وفي الإضاءة الجو الحد، وفي تصوير فاضل محمد سالم والسيد أحمد والعمارو، وفي المونتاج مولاي والسيدينا والمخرج الأستاذ محمد سالم المرابط. وهذه تحياتي يا الشيخ والسيد عبد الله، السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي.